هوذا غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. هو ده الوحيد الذي يستطيع أن يمسك السفر ويفك خطوه. فقالوا لا تبكي، هو ده اللي هيقدر. أنا شايفه حمل، قال لا هو أسد، هو حمل، لكنه يوم الانتقام سيكون كالأسد. إذن يوم النقمة جاي، ولو مش جاي يوم الانتقام كنت طب اللي سرق القرنية دول، طب اللي بيعمل واللي بيعمل، يوم النقمة جاي، يوم الانتقام جاي لكل واحد، سيجازي كل واحد كما يكون عمله. طب ده يعزي ولا ما يعزيش؟ عارف إذا مش جاي يوم الانتقام ده كان يضلوا الأشرار يعملوا اللي هم عايزين يعملوا، لكن انت سيأتي الآتي ولا يبطل. جاي يوم النقمة جاي، لكن اللي بيعزينا الوقت المقبول سنة، والوقت النقمة هو يوم. ليه يوم؟ يقول لك أصل هم مشاب حصلت أيام سدوم وعمور، النار حرق المدينة، حصلت أيام الطوفان. وبيقول كده بطرس الرسول، بيقول ستزول الأرض محترقة والمصنعات اللي عليها هتزول حتى تتفتت الذرة. كل شيء سينتهي، كل شيء راح ينتهي إذا حاطط قلبك عليه. ما تقوم تدوس العدم زي ما قال صلاح جاهين، قوم دوس العدم. يسعدنا الرب. أنا مش هطول عليكم تقريبا، أنا خلاص خدت وقتي وزيادة شوية، ترفع لي الكرت الأحمر. لكن يسوع يستطيع، متخصص في كل الأمراض نفسية روحية جسدية، يشفي منكسر القلب، يستطيع أن يؤتي بالأغاني في الليل المظلم، يستطيع أن يحول أنك بدل ما تغني وتقعد تقول وتنوح وظلموا، ستستطيع أن تغني نصروه، لأنه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. خلونا نغمض عينينا. رب يسوع بيشفي نفسا وروحا وجسدا، يقدر يشفيك، يقدر يشفيك، يجبر الكسور، يعزي النائحين، يستطيع لأنه يجرح ويعصب، يسحق وإيده تشفي. هو قد تألم مجربا، يقدر أن يعين المجرب. يسوع وحده هو اللي يقدر يسمع الأنات، يسوع وحده هو اللي يقدر يسمع النوح الأن اللي جوه في القلب، يجبر الكسر، يعصب الكثير المهزوم داخليا، متخصص في كل الأمراض نفسيا وروحيا وجسديا. انت النهاردة اقول له اشفيه.